صاحبي وصاحبك بره البيت. اخوي حبيبي ويعرف على مراته راجل يهم وراه دب 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 للاسف فتت الجمجمه. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه او مخالفه للقانون، لان الجريمه لا تفيد. ساعه مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة كفر الشيخ، بالتحديد مركز اسمه مركز إربرلس. يا جماعة، على فكرة الخيانات الزوجية والعلاقات للأسف اللي بتبقى خارجة عن الإطار الشرعي ابتدت لها ملامح احنا ممكن نتلافاها. يعني احنا من خلال برنامجنا ساعة مع حنفي، وانا دايما في كل حالة بقول يا جماعة لازم نتعلم. انا بقالي دلوقتي كام سنة بقول صاحبي واخويا وحبيبي ومتربين مع بعض، هو اكلين عيش وملح مع بعضينا، ده احنا كده. الكلام ده لازم يكون خارج إطار البيت. صاحبك بره بتدخله بيتك ليه؟ يا جماعة احنا مش ضد الصداقة ولا ضد العلاقات الانسانية، بالعكس ده تهادي وتحابه، نقابل بعض ونروح نزور بعض في البيت ونقعد مع بعضينا ونقدم هدايا مع بعض وناكل ونشرب مع بعض، دي حاجات كويسة. بس بايه بقى؟ لها شروط. انا راجل متجوز وصاحبي مش متجوز ما يدخلش عندي. عايز توكله احسن مطعم روح وكله، لكن صاحبك متجوز يا سلام هات مراتك وتعالى، وانا ومراتي قاعدين، مراتك مع مراتي وانا معاك وناكل وعادي جدا مفيش مشكلة. لكن ادخل صاحبي جوه بيتي واعرفه على مراتي واقول له ايه اخوي حبيبي من جد كده ما بنسيبش بعض، واكلين شاربين نايمين، وسافرنا الاردن ورحنا ليبيا واشتغلنا في السعودية، بننام على مرتبة واحدة. يا عم الشيخ ده من ضمن المعجزات اللي مش موجودة الخل الوفي. الخل الوفي او الصديق الوفي مش موجود. عشان كده بنقول ايه؟ صديقك بعيوبه، مش هتلقى صاحب من غير عيوب. لا يمكن تلقى واحد ما فيهوش عيب. فصاحبك بعيوبه، ما فيش شخص كامل. طيب انت دخلت البيت عندك ليه؟ هو مش متجوز دخلت البيت عندك ليه؟ طب هو متجوز دخلته لوحده ليه؟ انت بتعزم صاحبك هات مراتك وتعال، هات مراتك وتعال، ما تجيش لوحدك. طب جه لوحده ودخل مفيش حاجه، يا بيت هاتي شجوع لامك تعمل الشاي وتدخل، وتخلي مراتك تدخل الشاي على صاحبك ليه؟ ده اخويا. لا اخوك ده حاجه تاني، لازم يكون عندك غير على اهل بيتك. تيجي مراته تخبط على الباب، الشاي يا ابو محمد ادخلي ادخلي، ايه هتتكسفي منه؟ اخوي اخوك مين يا عم الشيخ؟ بتدخل مراتك ليه؟ وطبعا الست تفرح اول ما يقول لها تدخل تفرح، ليه بقى؟ هتشوف راجل جوه بيتها وهيبص لها وتبص له، ودي غريزه بغض النظر ان دي ست محترمه مش محترمه ملهاش دعوه، ودي غريزه هتبص له ويبص لها، ويجي بقى خبط كلمه، ما هو وزوجك جاي قاعد، والله يا مدام تسلم ايدك الطبيخ بسم الله ما شاء الله، يا ريتني كنت لقيت واحده زيك. تيجي هرد عليه تقول له ايه؟ طب قول لي جوزي اللي عمره ما فتح نفسي بكلمه. خلاص خلصت، سمعت كلمه حلوه راح ترد عليه وقالت له ايه؟ طب قول لصاحبك يا اخويا اللي عمره ما كل اكلي وشكر فيها ابدا. والراجل بقى قاعد يا عم ما تخليهاش تبقى تقوم علينا. يا راجل عيب عليك، انت مراتك
اتحرش بيها بكلمتين وانت قاعد، والست بتعشى بودناها. مرة في التانية في التالتة، ايه اللي حصل بقى في البرولوس؟ راجل اسمه عبد الله، عبد الله محمود الغباشي، عنده 55 سنة، متجوز وعايش وعنده أولاد، متجوز من أم هاشم عندها 40 سنة. الفرق بينه كام؟ 15 سنة، هو 55 وهي 40. راجل طيب محترم مهذب، من شغله للبيت ومن بيته لشغله، حياته الزوجية كل همه يوفر أكل وشرب وحياة كريمة لمراته ولعياله، بيطلع الأكل عيش. صاحبه مين؟ اسمه محمد، عنده 39 سنة. 39، افهموا بقى، صاحبه عنده 39 سنة، وعبد الله الغباشي ده عنده 55 سنة، مراته أم هاشم عندها 40 سنة. طيب انت مدخل شاب عنده 39 سنة مع مراتك اللي عندها 40 سنة، وانت عندك 55 سنة، ايه اللي حصل؟ محمد ياكل ويشكر في اكل ام هاشم، تسلم ايدك يا ام هاشم، الله عليكي، والله العظيم انت، يا بختك يا ابو غباش، يا بخته. وغباش بقى قاعد بقى مع عبد الله، لا هي شاطره بامانه ام هاشم، شاطره في كل حاجه، يقول طبعا واضح، بسم الله، لو الجع عروسه زي دي خلاص. انت عايز ايه تاني؟ الراجل بيتحرش بمراتك وانت قاعد، وانت اصلا اللي يخليك تدخل واحد وتقعده مع مراتك؟ لازم نتعلم من ساعة مع حنفي. ايه اللي حصل؟ ابتدى بقى يتردد على البيت، يتغدوا مع بعض، وتدخل الشاي وتقعد. والمصيبة الاكبر بقى لما ايه؟ يخبط على الباب، مين؟ انا يا ام هاشم، انا محمد. واه ده عبد الله مش هنا، عبد الله جوزي مش هنا، استنى لما اتصل لك بيه. يا عبد الله، محمد واقف بره، دخليه، انا جاي في السكه، اوعى توقفي على الباب، دخليه. دخل مين يا حاج؟ انت جاي، قول له خليه يستناني، انا جاي في السكه اهو. ما فيش حاجه اسمها دخليه، اصل اخويا، متربين مع بعض، واكلين عيش وملح مع بعض، من جد كده؟ يا ده المصيبه. طب اتفضل يا عم محمد، هو جاي في الطريق وقال لي ادخل، اتفضل تقعد، خد شرب الشاي قبل ما. انت عامل ايه؟ وانت اخبارك ايه؟ لو زعلك خدي رقم تليفوني، لو زعلك قولي لي، خدي الرقم اهو. خلاص خلصت، خلصت. ويا سلام الراجل لما يتخانق مع مراته ويجيب صاحبه بقى، تعالى يا عم احكم بيني وبينها، يقول لا اسمع كل واحد على انفراد، بيدخل يقعد مع مراته لوحده. طبعا ام هاشم اعجبت بمحمد، ومحمد اعجب بام هاشم، حبوا بعض، ابتدى يبقى في علاقه مع بعضهم، شيء طبيعي جدا. خلاص بيشكر في اكله. طبعا في الوقت ده من العائق الراجل الغلبان غباش، عبد الله محمود الغباش اللي عنده 55 سنة. الزوجه قالت له بعدين انا هفضل دفنه شبابي مع الراجل ده؟ ده اليوم كله شجيان، وبيجي لي اخر اليوم عامل زي المخد. قال لها هتطلق. لا يا فضل، هتطلق والناس يقولوا ايه والعيال؟ طب هنعمل ايه؟ طيب شوف انت هنعمل ايه، يبقى نخلص منه. طب انت خايفه الناس يقولوا اتطلقت لا بعيالك ومتخلصي منه؟ للاسف الطعنه لما تيجي من الصاحب. محمد قال لعبد الله في شغلانه يا عبد الله انا عايزك تخلصها وفيها سبوبه حلو. قال له خير، قال له تعالى معايا. راح خده في طريق زراعيه للاسف، وكان مجهز في ايده شومه، انت عارف ان احنا احيانا بيمسك اللي هو العكاز اللي بنقول عليه كده، وخلاه سبق شويه وجه من وراه دب 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 دب، للاسف فتت الجمجمه، فتت راسه تمام. وبعد كده راح ربط ايديه ورجليه ورماه في ترعه اسمها ترعه اللاهور او اللاندهور، ترعه اللاندهور، وراح سابها. وللاسف الجثه قعدت يوم 3-4 لغايه ما اتحللت، ما بقاش غير بقايا الزوج اللي عنده 55 سنه. الناس بالصدفه لقوا في ريحه طالعه من الترعه، الفلاحين بيبصوا كده لقوا بقايا، بقايا. اتصلوا بالشرطه، جت الشرطه، والحاجه الغريبه بقى، طب انتوا رميتوا الجثه؟ لقوا البطاقه بتاعت الراجل،
ولقوا مبلغ 500 جنيه في جيبه، ولقوا الموبايل بتاعه، كان كل همه يقتل ويرميه. طب كنت خدت الحاجات دي معاك؟ ما فيش جريمة كاملة. لو خد الحاجات دي كان هقول لك ايه ده، هو كان ماشي واحد خبطه وسرقه، لكن ربك بقى وما ربك بظلم للعبيد. ابتدت التحريات. طب يا حاجة يا ام هاشم انت جوزك غايب، بقول طب ما بلغتش ليه؟ لا اصل هو متعود بيروح الشغل ما بيأخر باليوم والاتنين. اها التحريات جت، عمره ما اخر بره البيت. ابتدى بقى الكلام الجيران ان كان في واحد اسمه محمد بيتردد على الزوج في غياب الزوج. ابتدى الكلام تضييق الخناق، هوب مسكوا محمد ومسكوا ام هاشم بالضغط عليهم، اعترف كنا عايزين نتجوز وهو كان العائق اللي بينا، فمحمد وانا اتفقنا ان احنا نموته، ورسموا خده من البيت على حجة ان هو راح يوريه شغل، وراح قتله ورماه. لازم نتعلم بقى يا جماعة، صاحبي وصاحبك بره البيت، صاحبي وصاحبك على المصطبة، على كرسين، على الترع، في كافيه فوق السطح، لكن مراتك، مراتك عرضك وشرفك، مفيش حاجة اسمه ادخل بالشاي يا بيت ده اخوي، الكلام ده غلط. نتعلم بقى، الراجل اللي دخل واحد لوحده بيته ويعرف على مراته راجل لا مؤاخذة، لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.